أنا كتير كنت بحب المجال الهندسي وبحبه من وراء بيي، فرحت قدمت على الجامعة وكان شوي إنه في نفور بالموضوع إنه من العالم اللي حوالي، إنه أنت بنت اللي بدك تعمل هندسة اللي بدك تكوني مساحة لأ كان شيء كتير حلو إنه تحدد غيري. وعلى فكرة أنا بالصف كمان بنت بين 43 شاب، يعني بنت وحيدة بين 43 شاب. بالشراكة ما بين أبعاد وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ناولنا الدراسة الاستقصائية للرجال والمساواة بين الجنسين، نفذنا عدة نشاطات بعدة مناطق بلبنان كمان نرفع التوعية عن النتائج الرئيسية لهذه الدراسة. ليه اخترتوا هذا الموضوع؟ وشو بيعني لكم هذا الموضوع على الصعيد الشخصي؟ أوكي، يعني ليه نقيتوا أنتوا موضوع العنف؟ لأنه كتير بمجتمعنا وما حدا عم يتقبل وعم يمشي معنا من أجيال لأجيال. أول جلسة من الجلسات كانت عرض للدراسة، عرض لنتائجها وأهدافها. كنا نحن تركين الخيار للشباب والشابات بالمناطق كنوا عم يختاروا أي نتيجة بدهم يشتغلوا عليها ليرفعوا التوعية عنها. خدنا الموضوع هو الديناميكيات وحاولنا نعمل مسرحية صغيرة نوصل هيدي الفكرة من خلالها. نحن بدنا نضوي على بعض شغلات، رح نصور من إيفنت رح نقدمه بعبارة عن صور، وهيدول الصور بتفرجي لما بيكونوا كل دور لحال، دور المرأة لحال، دور الرجل لحال، ولما بتشاركوا شو بيصير. وأكيد يعني لما بيكونوا كل حدا عم بيأدي دوره مع حدا بدون تشارك رح تكون كتير صعبة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. حتى المرأة تكون تاخد حقوقها والعنف يخاف بالمجتمع حتى ينتهي على الآخر، بده يكون الزوج هو اللي عم يعمل شغلات تكون مفيدة للمرأة، يعني مفيدة كتعامل كاهتمام كاحترام بيناتهم. عرفت عن شيء بحياتي وأشعر قرف. هلا عم بتعرفيني بيك جاي انت كمان بتاخد وحده ما بتعرف تطبخ مثلا، الاول تعرف انها ما بتعرف تطبخ ليش ما تتزوجك بعدين؟ مرتي موظفة بتدرس، وقت اللي بتكون هي بمدرستها أنا باخذ الأولاد وأنا بطبخ كمان، ما عندي مشكلة يعني بطبخ كل شيء، أحيانا هي بتطلب الطبخات مني، إذا ما بنتعاون ما فينا نعيش بالحياة، الجو صعب كثير. هذه النشاطات المحلية إذا بدنا ضوت شمعة براس كل حدا عن شو هي هيدي المواضيع، شو أهميتها، شو تأثيراتها السلبية. حتى بنفس الوقت بينت هذه النشاطات أداة طابع الإيجابي ممكن يكون موجود بالمجتمع بشكل عام إذا كان في تشارك ما بين المرأة والرجل. كانت حلوة، إكسبرينس حلوة. وأنا بدي أقول شغلة، إذا الواحد يعني هو مثلا بده يغير بس ما إنه حاسس حلو ما إنه قادر يروح ويغير، في جمعيات لهذا الموضوع بتساعدنا تنغير. هيدا شغلة. شغلة تاني، الواحد إذا مثلا بده يغير مثلا يمكن ما يروح يغير العالم، ما حدا في يغير العالم واحد، بس على القليل يبلش ببيته. مرسي.